everyone, with you Mishayma Munir. Welcome everyone. النهاردة مكملين مع بعض آخر جزء معانا من منهج Connect 3 Unit 1 Lessons 4, 5 and 6. النهاردة مكملين مع بعض آخر جزء معانا من منهج Connect الدرس الأول الوحدات الرابع والخامس والسادس. زي ما احنا متعودين مع بعض بنبتدي بالكلمات اللي معايا. يلا بينا نبتدي على طول ونشوف معانا ايه. Let's start. أول حاجة معايا وهي sleep. sleep ينام، وخدوا بالكم يا أولاد ده verb فعل، يعني مش اسم مش noun. sleep sleep. أوكي كمان معايا drink يشرب. drink drink يشرب، ده برضو verb مش noun فعل مش اسم. مهم جدا نعرف الفرق ما بين الأفعال والأسماء. eat يأكل. eat يأكل. eat. أوكي لسه تاني مكملين مع بعض. معايا play يلعب، ده برضو verb فعل. play يلعب. play very good excellent شطار جدا. طيب معايا كمان go by car يذهب بالسيارة. go by car. okay walk يمشي. walk يمشي، وده برضو ناخد بالنا verb فعل. walk يمشي. تمام. thump اللي هو بيرفع اللي هو الإبهام الإيد، صباع الإيد كده اللي هو علامة الأوكي، بسميها thump. أوكي إبهام اليد. دلوقتي هنتعلم learn sounds with busy bee، هنتعلم الأصوات مع النحلة المجهولة. يا ترى معانا أصوات النهاردة؟ يلا بينا نشوف على طول. أنا معايا صوتين اتنين، معايا double E وال E وال A. ناخد بالنا إن الاتنين نطقهم واحد إزاي؟ يلا بينا نشوف. يعني بقول meet يقابل meet meet meet. اوكي بمد في الاي شويه. اوكي زي برضو كمان شيرين، واحده لو اسمها شيرين بنطقه ازاي؟ شيرين شيرين اين شيرين. اوكي هنا بقى الاي والاي زي clean ينظف clean clean clean. اوكي معايا برضو آخر مثال وهو تيم الفريق تيم. وبكده يبقى احنا خلصنا آخر جزء معانا من Connect 3 Unit 1. الدرس كان سهل جدا ولذيذ عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye!